السلام عليكم، معاكم دكتور احمد خميس. وبما ان اعداد فيروس كورونا بدأت تزيد بالشكل ده، كان لازم نتكلم عنه النهارده ونفكر الناس ايه هو فيروس كورونا وايه اعراضه وايه طرق انتقال العدوى وايه الفرق بين فيروس كورونا وبين البرد العادي، ونجاوب على سؤال مهم جدا وهو هل فيروس كورونا فيروس خطير ومميت ولا عادي، وايه هي طرق الوقاية من فيروس كورونا، واخيرا ايه هو العلاج المناسب لفيروس كورونا. يلا بينا. اولا، ايه هو فيروس كورونا؟ هو فيروس ينتمي لعائلة من الفيروسات اسمها كورونا فيروس، وهي مجموعة كبيرة من الفيروسات، في منها البسيط زي فيروس البرد وفي منها الخطير والفتاك. طيب، الكوفيد-19 أو فيروس كورونا المستجد من أنهي نوع من أنواع البسيطة زي فيروس البرد؟ وهنقول ليه بعد ثواني. ثانيا، أعراض فيروس كورونا. أول حاجة، ارتفاع درجة الحرارة فوق 39 درجة مئوية وبيكون في رعشة شديدة. 2، ضيق شديد في التنفس. 3، كحة جافة جدا ومكتومة. 4، جفاف في الحلق والزور. 5، صداع وألم شديد في العظم. 3، طرق انتقال العدوى والفيروس من خلال حاجة واحدة، ودي المثبوتة بالأبحاث، وهي سوائل الجهاز التنفسي للشخص المصاب، بس بطريقين. الطريق الأول وهو الطريق المباشر، من خلال إن الشخص المصاب يبدأ يعطس أو يكح فبيطلع رذاذ أو قطرات تبدأ تصيب الشخص السليم مباشر. الطريقة غير مباشرة، إن الشخص المصاب يبدأ يكح أو يعطس فالقطرات والرذاذ تبدأ تسقط على الأسطح، ويبدأ الشخص السليم يلمس الأسطح بإيده ويدخل العدوى للجهاز التنفسي بنفسه. 4، إيه الفرق بين فيروس كورونا والبرد العادي؟ للأسف الفرق بينهم بسيط جدا، يكاد يكون منعدم، ولكن في حالة كورونا بيكون الكحة جافة جدا وبتكون مكتومة وما بيكونش فيها بلغم، أما في حالة البرد العادي بتكون الكحة مصحوبة ببلغم. وكمان في حالة كورونا بيكون في ضيق شديد في التنفس بخلاف البرد العادي، وفي حالة كورونا بيكون العطس بسيط بخلاف البرد بيكون فيه كمية العطس كتيرة جدا. والمهم جدا في الموضوع انك لازم تعرف ان فيروس كورونا مش من الفيروسات الخطيرة جدا زي انواع تانية من الفيروس. ازاي يعني؟ اقول لك ان نسبة الوفيات بفيروس كورونا 2%، يعني كل 100 واحد مصابين هيموت منهم 2 بس، بخلاف انواع تانية من الفيروسات زي الايبولا مثلا نسبة الوفيات به 50%، يعني كل 100 واحد مصابين هيموت 50 واحد منهم. طيب، لما الموضوع بسيط كده زي ما انت بتقول، ليه العالم كله مهتم بالموضوع وبياخد كل الحذر اللي احنا شايفينه من قفل المدارس وقفل الجامعات ومنع الطيران وحاجات تانية كتيرة جدا؟ اقول لك انا ليه. علشان فيروس كورونا من الفيروسات سريعة الانتشار، وخصوصا في الاماكن الضيقة زي المدارس والجامعات والفصول بين الطلاب، فبمجرد ما يكون واحد مصاب ويبدأ يعطس هيبدأ يصيب كل المحيطين به والقريبين منه، وبكده الفيروس هينتشر بطريقة كبيرة. علشان كده، أي نعم عدد الوفيات قليل، ولكن لو عدد الإصابات زاد هيبدأ يزود عدد الوفيات. يعني مثلا لو عندنا 100 واحد مصاب هيموت منهم 2 بس، طيب لو عندنا 100,000 مصاب هيموت منهم 2000، وبكده هيكون عدد الوفيات زاد. علشان كده احنا ليه نستنى لما الفيروس انتشر ويزود عدد الوفيات؟ احنا بنحاول نحجمه ونضيق عليه ونمنع انتشاره اصلا، وبكده هنقلل عدد الوفيات. وده هدف الدولة الاساسي اللي المفروض نساعدهم فيه من خلال اننا نسمع الكلام ونلتزم بالتعليمات الوقائية اللي منظمة الصحة العالمية بتوصي به. 5، طيب ايه هي الخطوات الوقائية اللي ممكن اعملها علشان احمي نفسي واحمي اولادي واحمي المجتمع اللي انا بعيش فيه؟ 1، غسل الايد بالماء والصابون والمطهرات كويس جدا على مدار اليوم. 2، عدم لمس الوجه والانف والعين بالايد علشان ممكن تكون لطه السطح المصاب وتنقل لنفسك العدوى. 3، استخدام منديل مع الكحه والعطس وتخلص منه فورا بشكل امن. 4، بلاش الاحضان والبوس والتجمعات في الاماكن المزدحمه خصوصا في الايام دي. 5، تجنب مخالطه المصابين واترك مسافة بينك وبينهم من متر لثلاث أمتار. إيه هو العلاج؟ علاج فيروس كورونا زي علاج أي فيروس، إن هو بتبدأ تعالج الأعراض وتقوي الجهاز المناعي. فيروس كورونا وفيروس البرد مش ليهم علاج مباشر، بنبدأ نعالج الأعراض بس من خلال لو في سخنية تاخد حاجة خافض حرارة، لو في كحة بتبدأ تاخد حاجة للكحة، وفي نفس الوقت بنحاول نزود من قوة الجهاز المناعي بتاعنا. طيب، إيه هو الجهاز المناعي؟ وإيه دوره الأساسي؟ وبيشتغل إزاي؟ وايه هي العادات اللي بتأثر عليه بالسلب؟ وازاي اقوي الجهاز المناعي بتاعي؟ وايه هي الاكلات اللي بتزود الجهاز المناعي؟ وايه هي الاكلات اللي بتقلل الجهاز المناعي؟ وايه هي الادوية الموجودة في الصيدلية علشان ترفع المناعة؟ وايه جرعتها للاطفال والكبار
ده هيكون موضوعنا الحلقة الجاية إن شاء الله. علشان كده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. كان معكم أحمد خميس، والسلام عليكم.